بعض الزوجات تغار من أم زوجها. أيوة واجب. تغار وكأنها ضرتها مهي بأمه. ونقول لهذه إذا وجدت زوجك متعلق بأمه احمد الله، لأن ذريتك كل اللي بتلدينهم صالحين بررة. ولا تعتقدين أن الأم أنها تأخذ جزء منك، حب الأم يختلف عن حب الزوجة، فرق كبير. ولذلك بعض الأزواج يزيد لها الكيلة، يخطئ هو، يبدأ يتركها في البيت والشقة لها ساعات طويلة، وكل ما قالت له قال أنا عند أمي، جميل، لكن عطها بعض الوجه وعطها بعض الحق. إذا والعكس بعض الأزواج عند الزوجة دائما ما يطلع، وش تقول له الزوج؟ أنت قاعد مالك أم تزورها أنت؟ خذها الطبخة هذه، هذا جريش، هذا قرصان، هذا مرقوق، هذا عصيد، هذا ها عصيدة، ودها لخالتي أو عمتي على ما يسمونها الناس، ودها خلها تدعينا بالبركة، والمال مالك والفضل بعد الله لك، لكن أنا ودي أنها تحبني. خذها الهدية، أو نفسي يدخل سوق الذهب يشتري له طقم صغير يقول هذه لأمي، أنت اللي أعطيها يمها فلانة عي، مع أنها ما قالت والله ولا كلمة ولا شرتها ولا تدري عنها، بس مجيد أن تقول يما دخلنا السوق قالت والله ما أشتري شيء قبل عمتي، الله يبارك لك ويصلح ما عطاك، مع أن المال مال ولدها، المال مال ولدها، لكن البر جميل. فنقول للزوجات ادفعوا الأبناء إلى أمهاتهم وآبائهم، وذكروهم بصلتهم، ولا تغارين من كثرة المكث عنده. فباب الجنة مو بعندك يا بنت فلان، باب الجنة عند أمهاتهم وعند تحت رجلين أمهاتهم. ثم إنها للأم حق تغار، أنت ما لس حق تغارين، الأم تغار لأنها قاعدة عندها 20 سنة، وخبتيه أنت الله يجزاك خير في ليلة قمراء جميلة، ها ليلة يزينها احتفلوا وطقوا ورقصوا، ثم خذيتي زهرة عمرها وقلبها وكبدها وفتتيه وراحت. فإذا شفتي أنها تغار عليه قليل فاعذريها، لأنها أنت عرفتيه رجال وهي عرفته يحبي وتشيل الأذى من تحته. يا ولذلك ما يمتحل وتلبا لا تغارين عليها واجد، ولا تنافسينها على أولادها، ودفعيه ادفعيه للبر. ويعجبني المرأة الصالحة اللي كل ما شافت الزوج، أنت من أمس أنت ما رحت لأمك للحين وأبوك، من لك يومين يا أخي، باب الجنة قم الله، هذا القهوة هو الشاهي، تقهوى عندهم، رحت قهوى عندهم الله يجزاك خير، لا تكن عندي. وهذا بعض حقهم علينا، وسيخرج الله من رحم المرأة الصالحة هذه بررة